السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مثل ما تعرفون أنه المحاضرة السابقة تكلمنا عن فسلجة الدم والخلايا التي يتكون منها. تكلمنا بصورة مفصلة عن خلايا الدم الحمراء وعرفنا شنو وظائفها وشكلها وهل هي محتوية على نواة أو لا وكل تفاصيلها. وأيضا تكلمنا عن النوع الثاني الذي هو الصفيحات الدموية. اليوم نتكلم عن النوع الثالث والأخير من خلايا الدم الذي هو White Blood Cell، خلايا الدم البيضاء، أو مصطلح آخر يطلق عليها Leukocytes، كريات الدم البيضاء. There are different kinds L-fight infection. هناك أنواع مختلفة من خلايا الدم البيضاء. هذه الأنواع المختلفة كلها تحارب العدوى، كلها تؤدي وظيفة دفاعية في الجسم. They seep out of the blood vessels whenever they sense bacteria nearby. هذا يعني أنه الجهاز المناعة، العفو، هذا يدل على أن هذه الخلايا الدم البيضاء أو أنواعها هي راح تتسرب من الأوعية الدموية. متى تتسرب من الأوعية الدموية؟ whenever they sense bacteria nearby، تتسرب عندما تشك أو تحس أن هناك بكتيريا قريبة منها. طبعا جهاز المناعة، شنو علاقة جهاز المناعة بخلايا الدم البيضاء؟ طبعا العمود الفقري لجهاز المناعة هو خلايا الدم البيضاء. طبعا انه خلايا الدم البيضاء هو شبكة معقدة منين؟ من سيلز، من الخلايا، تيشوز والأنسجة، أورجانز والأعضاء. هذين الأنواع الثلاثة التي هي الخلايا والأنسجة والأعضاء راح تعمل معا. ليش تعمل معا؟ لكي تؤدي وظيفة دفاعية ضد الغازات الأجانب أو ضد البكتيريا الأخرى الغريبة أو البكتيريا الضارة. طبعا مثل ما تعرفون أنه قلنا قبل قليل أنه العمود الفقري للجهاز المناعي هو خلايا الدم البيضاء. طبعا كريات الدم البيضاء تتكون من خلايا محددة وغير محددة. طبعا لديها القدرة على التعرف على الخلايا والميكروبات الذاتية مقابل خلايا غير الذاتية. وأيضا يمكن العثور، أين يمكن العثور على خلايا الدم البيضاء؟ طبعا يمكن العثور على خلايا الدم البيضاء in the lymph nodes، في العقد اللمفاوية، وبعد وين؟ and bone marrow، وأيضا في نخاع العظم. طبعا هذن الخلايا الدم راح يسافرن وين؟ راح يسافرن إلى مجرى الدم لغرض شنو؟ للغرض البحث عن بكتيريا ضارة أو جراثيم ضارة لكي يتم اتهامها والتخلص منها وتخلص الجسم منها. هاي بصورة عامة هي خلايا الدم البيضاء. نجي إلى أنواع خلايا الدم البيضاء. نجي ناخذ النوع الأول نيتروفيلز، خلايا الدم البيضاء العدلة. طبعا خلايا الدم البيضاء العدلة هي خلايا مناعية غير نوعية، خلايا مناعية غير نوعية كومبريس اكسبيرمنتالي، تشكل حوالي 55 to 70%، تشكل حوالي من 55% إلى 70% من العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء. يعني هي أكثر خلايا في الجسم نسبة، في أكثر نوع من خلايا الدم البيضاء نسبة في الجسم اللي هي نيتروفيلز، خلايا الدم البيضاء العدلة. طبعا
نيتروفيلز الخلايا الدم البيضاء العادلة هي الخط الدفاع الأول ضد الكائنات الغريبة وأيضا ضد المستردات، وهي أول أنواع الخلية، هي أول من تصل إلى موقع الإصابة، هي أول من تصل إلى موقع الإصابة. First to arrive at the site of infection or injury. طبعا خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء العدلة راح تجذب الإشارات الكيميائية، الإشارات الكيميائية راح تجذب الخلايا الصادرة عن الخلايا العدلة التالفة، والتي تلتصق أين؟ والتي تلتصق في جدران الأوعية الدموية blood vessels well. بعد ما تلتصق في جدران الأوعية الدموية راح تبتلع أي جزيئات غريبة قبل دخولها إلى مجرى الدم and engulf any foreign particles before they enter the blood stream. طبعا خلايا الدم العدلة هي تعيش قصيرة جدا، قصيرة يعني نسبة حياتها، مدة حياتها قصيرة جدا، وهي أيضا راح تدمر نفسها بنفسها، تدمر نفسها بعد ابتلاع المستردات الضارة. يعني أنه خلايا الدم البيضاء العدلة في الأخير يعني عندما تدنو نهاية حياتها راح تبتلع نفسها بنفسها، متى؟ عند ابتلاع شنو؟ المستردات الضارة. هذا هو مقطع عرضي لخلايا الدم البيضاء العدلة. لو تلاحظون أنه في محاضرة العملي السابقة قلنا أنها تتكون من نواة متعددة الفصوص من 2 إلى 5 فصوص ولونها أرجواني داكن، وأيضا لو تتذكرون قلنا أنها تحتوي على حبيبات سيتوبلازمية. لو تلاحظون أن لونها شنو قلنا؟ أرجواني شاحب. هذا هو النوع الأول من خلايا الدم البيضاء الذي هو شنو اسمه؟ نيتروفيل. نجي إلى النوع الثاني من خلايا الدم اللي هو شنو؟ خلايا وحيدة النواة مونوسايتس. طبعا انه خلايا وحيدة النواة هي تشكل حوالي من 2 إلى 8% من المجموع الكلي لخلايا الدم البيضاء. هاي هي نسبتها من خلايا الدم البيضاء. طبعا خلايا الدم خلايا الدم البيضاء وحيدة النواة هي تنشأ منين؟ originate in the bone marrow، تنشأ من نخاع العظم. وهنا اكو ميزه بيها، بعد ما راح تنشا من نخاع العظم and develop into large macrophage، هنا راح تتطور الى بلاعم كبيره، راح تتطور الى خلايا بلعميه كبيره. انه هذه خلايا الدم البيضاء وحيده النواه بعد ما نشات من نخاع العظم راح يصير بيها تطور، عندما تتطور ام راح تتحول الى خليه بلعميه كبيره. وين؟ في مجرى الدم، في مجرى الدم. طبعا البلاعم اللي هي ميكروفاج، الخلايا البلعمية، هي أكبر خلايا الدم البيضاء، وهي مسؤولة عن ابتلاع حطام الخلية، مسؤولة عن ابتلاع حطام الخلية السير ديبريس، وأيضا مسؤولة عن ابتلاع النفايات أو الفضلات وأيضا البكتيريا الضارة. طبعا هذه البلاعم اللي شرح سووا هذه البلاعم اللي هي مونوسايتس، بعد تطورها بعد تحولها الى بلاعم ميكروفاج، راح تهاجم الميكروبات عن طريق شنو؟ عن طريق السيدوبودي، عن طريق تمدد الارجل، الارجل الكاذبة. هذه الارجل شبيها راح تحيط، وين راح تحيط؟ بالخلية. وبعد ما تحيط بالخلية
راح تدمر الميكروب، راح تدمر الميكروب او الجراثيم او البكتيريا الضارة عن طريق شنو؟ عن طريق اطلاق انزيمات من داخل البلعم، من داخل خلايا الميكروفاج. يعني بصورة مختصرة انه خلايا الدم وحيدة النواة، خلايا الدم البيضاء وحيدة النواة مونوسايتس، هي نسبتها من 2 إلى 8%، وايضا هي تنشأ من نخاع العظم، وبعد ما تنشأ من نخاع العظم البولمر راح تتطور، اما راح تتطور الى بلاعم كبيرة لارج ميكروفاج وين في مجرى الدم. شنو وظيفة هذه البلاعم؟ هذه البلاعم الكبيرة هي مسؤولة عن ابتلاع حطام البكتيريا، وايضا مسؤولة عن ابتلاع النفايات والبكتيريا الضارة. طبعا هذه الميكروفاج راح تلتصق وين؟ العفو، راح تحتوي على أرجل كاذبة. هذه الأرجل راح تحيط على الميكروب أو على الخلية وتطلق انزيمات، وبوسط هذه الانزيمات شنو؟ راح نحطم هذه الخلية أو الميكروبات الضارة. طبعا مثل ما إذا تذكرون في محاضرة النظري قلنا أن المونوسايتس تحتوي على نواة كروية كبيرة، والسيتوبلازم شنو؟ الشاحب، مو صحيح؟ والسيتوبلازم شاحب أو قليل، هكذا يكون شكلها. طبعا نجي للنوع الثالث من خلايا الدم البيضاء، ألا وهي خلايا الدم البيضاء الحامضية، أو شنو؟ أو إيوسينوفيلز، أحيانا يشار إليها باسم أسيدوفيلز، أحيانا يشار إليها باسم أسيدوفيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء الحامضية. طبعا خلايا الدم البيضاء الحامضية أو الحامضية تدافع عن الجسم ضد الطفيلات المتعددة الخلايا immunocellular parasites، إنه أهم وظائفها هي راح تدافع عن الجسم ضد الطفيليات متعددة الخلايا، وأيضا ضد allergic reaction، ضد تفاعلات التحسس، راح يكون لها علاقة بتفاعلات التحسس. طبعا خلايا الدم الحمضية اللي هي eosinophil طبعا راح تتطور في نخاع العظم قبل الهجرة إلى مجرى الدم، إنه هذه الخلايا شبيهة راح تتطور develop in the bone marrow، راح تتطور في نخاع العظم before migrating out into the bloodstream، قبل أن تهاجر إمن إلى مجرى الدم، يعني راح تتطور من جسمها ومن حجمها ومن شكلها قبل لا تروح إلى مجرى الدم. وأيضا تكافح هذه الخلايا الحمضية تكافح الطفيليات والجزيئات الغريبة عن طريق شنو؟ عن طريق إطلاق وسيط كيميائي، إنه هذه الخلايا راح تكافح البكتيريا الضارة والجزيئات الغريبة والطفيليات، خاصة الطفيليات والجزيئات الغريبة عن طريق شنو؟ by releasing chemical mediators، عن طريق إطلاق شنو؟ وسيط كيميائي في عملية تدعى degranulation، في عملية تدعى التحلل in a process called degranulation. During degranulation أثناء عملية التحلل يتم إطلاق حبيبات صغيرة small granules، راح يتم إطلاق حبيبات صغيرة من داخل الإسنوفة من الخلايا، من داخل الخلايا الحمضية لتدمير شنو؟ لتدمير الطفيليات الضارة والأجزاءات الغريبة.
طبعا هذه المواد الكيميائية احنا اللي راح تطلقها هذه الخلايا الحمضية هي بيروكسيديز او نيوكليسز وايضا ليباسز. هذا هي الـ الانزيمات الثلاثة اللي راح تطلقهن خلايا الدم الحمضية. يعني ايضا هي تقريبا بطريقة عملها مشابهة، وظيفتها أولها مشابهة للخلايا الدم البيضاء وحيدة النواة، لكن هي ما تتطور إلى بلاعم كبيرة، راح تقضي على الطفيليات والجزيئات الغريبة عن طريق أطلاق وسيط كيميائي اللي هو شنو، وأيضا يقضى عليها من خلال إفرازها لأنزيمات البيروكسيديز ونيوكليسيز وأيضا ليباسيز. طبعا هذه هي خلايا تذكرون في المحاضرة العملية السابقة قلنا انها تحتوي على نواة، هذا هو ثنائية الفصوص، قلنا تحتوي على نواة ارجوانية ثنائية الفصوص، وقلنا تحتوي على حبيبيات سيتوبلازمية من برتقالي الى حمراء. لو تلاحظون ان لونها تقريبا برتقالي إلى حمراء، وقلنا النواة لونها أرجوانية الشكل وأيضا ثنائية الفصوص، هذا فص مقابلها أيضا فص آخر. هاي بالنسبة إلى النوع الثالث من الخلايا اللي هو شنو، خلايا الدم البيضاء الحمضية السيدوفيلز. نجي ناخذ النوع الرابع من خلايا الدم البيضاء اللي هو بازوفيل، خلايا الدم البيضاء القاعدية. طبعا نسبتها هي أقل من 1% من المجموع الكلي لخلايا الدم البيضاء. طبعا هذه الخلايا تلعب دور مهم في تعزيز تدفق الدم، هذه الخلايا تلعب دور أساسي ومهم في تعزيز تدفق الدم ومنع التخثر blood flow، تدفق الدم and preventing coagulation ومنع التخثر. هاي أهم وظيفة لها، أهم وظيفة لهذه الخلية قلنا تلعب دور مهم في تدفق الدم وأيضا منع عملية التخثر. طبعا هذه الخلايا راح تدور في مجرى الدم، خلايا البازوفيلز هي تدور في مجرى الدم، وراح تطلق مادتين كيميائيتين في موقع النسيج، راح تطلق مادتين كيميائيتين مهمتين وين، في موقع الأنسجة. هذه الخلايا اللي هي خلايا الدم الحمضية راح تدخل إلى مجرى الدم أو تدور في مجرى الدم، وأثناء دورانها في مجرى الدم راح تطلق مادتين مهمتين كيميائيتين وين، في موقع الأنسجة. شو اسم هذه المادتين؟ هي الهيبارين وأيضا الهيستامين. نجي خلينا نشوف شنو يعني الهيبارين، ماذا نقصد بالهيبارين. هيبارين is an anticoagulant، يعني شنو هو؟ يعني الهيبارين هو مضاد للتخثر، مضاد للتخثر. بعد شنو وظيفته؟ هو مضاد للتخثر، يمنع خلايا الدم من تشكيل خثرة، prevents blood cells from clotting، يمنع خلايا الدم من تشكيل خثرة بصورة سريعة. هاي أهم وظيفة إلى اللي هو مضاد للتخثر، يمنع خلايا الدم من تشكيل خثرة. النوع الثاني اللي هو الهيستامين، شنو هذا الهيستامين؟ شنو وظيفة الهيستامين؟ شنو دوره في خلايا الدم البيضاء القاعدية؟ طبعا الهيستامين هو موسع للأوعية الدموية، موسع للأوعية الدموية يتم إطلاقه بشكل شائع
أثناء تفاعلات الحساسية لزيادة to increase blood flow لزيادة تدفق الدم. طبعا الهستامين هو موسع للأوعية الدموية يتم إطلاقه بشكل شائع أثناء التفاعلات الحساسية لزيادة شنو؟ لزيادة تدفق الدم. طبعا يعمل هذان الجزيئان اللي هو الهستامين والهيبارين راح يعملان معا بسرعة لغرض شنو؟ لغرض زيادة increase the availability لغرض زيادة توافر خلايا الجهاز المناعي بسرعة. راح تعمل مع هذين الجزيئات الاثنين راح يعملن معا لغرض زيادة توفر خلايا الجهاز المناعي بسرعة في موقع الإصابة at the site of infection or inflammation في موقع الإصابة أو الالتهاب. إذن بصورة عامة إنه خلايا الدم البيضاء القاعدية هي شكل 1% من مجموع خلايا الدم البيضاء، وأيضا أحد وظائفها هي مسؤولة عن تدفق الدم وأيضا منع التخثر. طبعا خلايا الدم البيضاء راح تدور وين؟ في مجرى الدم قلنا، وأثناء دورها في مجرى الدم راح تطلق مادتين كيميائيتين الهيبارين والهستامين. طبعا الهيبارين هو مضاد للتخثر يمنع خلايا الدم من تشكيل خثرة، وأيضا الهستامين هو موسع للأوعية الدموية يطلق أثناء التفاعلات الحساسية ويزيد تدفق الدم. هذين الجزيئتان اللي هي الهستامين والهيبارين راح يعملن معا لغرض شنو؟ لغرض زيادة خلايا الجهاز المناعي وين؟ في موقع الإصابة أو الالتهابات. إذا تتذكرون أنه قلنا خلايا الدم البيضاء القاعدية قلنا تتكون من نواة لونها أرجوانية، لو تلاحظون نواة لونها أرجوانية إيش قلنا؟ غير منتظمة أو على شكل حرف S. هنا يعني ما واضحة هنا حرف S، هنا لازم يكون واضحة الصورة هاي، يعني دقتها غير واضحة. وأيضا قلنا تحتوي على حبيبات سايتوبلازمية. شنو هاي الحبيبات السايتوبلازمية؟ زرقاء داكنة، زرقاء داكنة. نجي للنوع الثالث أو عفوا النوع الخامس من خلايا الدم البيضاء اللي هو اللينفوسايتس، خلايا الدم البيضاء اللمفاوية. تعتبر من أهم خلايا، من أهم أنواع خلايا الدم البيضاء. طبعا إنه خلايا الدم البيضاء هي lymphocytes revert to a group of cells consisting of B cells, T cells and natural killer NK. يعني شنو هو؟ هذه الخلايا اللمفاوية lymphocytes هي تشير إلى مجموعة من الخلايا تتكون من الخلايا البائية B cells، وأيضا تتكون من الخلايا التائية T cells، وأيضا تتكون من الخلايا الطبيعية القاتلة NK cells. طبعا هذه الخلايا تشكل بنسبة 25% من 25 إلى 33% من المجموع الكلي لخلايا الدم البيضاء. طبعا الخلايا البائية، الخلايا البائية B cells والخلايا التائية T cells هي المكونات الرئيسية لمناعة الجسم التكيفية. الخلايا البائية والخلايا التائية major components هي المكونات الرئيسية لمناعة الجسم التكيفية. نجي نشوف شنو وظيفة الخلايا البائية في الجسم.
الخلايا الفرعية هي المسؤولة في المقام الأول عن إنتاج الأجسام المضادة ضد الجزيئات أو ضد الجسيمات الغريبة. نعيدها لكم، إنه الخلايا البائية هي المسؤولة في المقام الأول عن إنتاج الأجسام المضادة ضد الجسيمات أو الجزيئات الغريبة، والتي تتذكر وش ريمبر، والتي تتذكر وترتبط على وجه التحديد بالجسيمات الغريبة، والتي تتذكر وترتبط على وجه التحديد وين في الجزيئات الغريبة فورجين بارتيكلز بسرعة كبيرة. لتقديمها المن لتقديمها إلى الخلايا التائية لغرض تدميرها. واضحة الفكرة شباب، يعني أنه بصورة مختصرة أنه هذه الخلايا البائية، الخلايا البائية هي المسؤولة في المقام الأول عن إنتاج الأجسام المضادة اللي هي أنتيبودي ضد الجسيمات الغريبة، والتي تتذكر وترتبط على وجه التحديد بالجسيمات الغريبة بسرعة أكبر. لغرض شنو؟ لغرض تقديمها إلى الخلايا التائية لتدميرها. هاي هي وظيفة الخلايا البائية في خلايا الدم البيضاء. وأيضا أنه تؤدي الخلايا التائية، هسه نجي من الخلايا التائية، تؤدي الخلايا التائية العديد من الوظائف، ولكنها تشارك بشكل أساسي في تدمير الخلايا التي تحددها الأجسام المضادة. إنه هذه الخلايا التائية لديها الكثير من الوظائف، لكن بشكل أساسي تشارك وين؟ في تحطيم المواد الغريبة وفي تحطيم الخلايا الغريبة التي تحددها شنو الأجسام المضادة. طبعا نجي هسه الNK، خلايا الطبيعية القاتلة. الخلايا القاتلة الطبيعية هي ليست محددة مثل الخلايا التائية. هذه الخلايا اللي هي خلايا الدم القاتلة هي غير محددة مثل الخلايا التائية، لكنها أيضا عندها وظيفة في تدمير الخلايا. صح هي غير محددة مثل الخلايا التائية، لكن هي أيضا تمتلك وظيفة لتدمير الخلايا عن طريق إطلاق الحبيبات. الحبيبات أيضا لديها وظيفة دفاعية أو تحطم الخلايا عن طريق شنو؟ by releasing granules، عن طريق إطلاق حبيبات. يعني بما ذكرنا بالإيزنوفيلز خلايا الدم البيضاء الحامضية أيضا تطلق حبيبات. هذه الخلايا الثلاثة اللي هي بي سيل وتي سيل وخلايا الان كي راح يعملن معا بصورة سريعة، يعملن بصورة سريعة لغرض شنو؟ راح يعملن معا بسرعة كبيرة وكفاءة لتخليص جسم من الجزيئات الضارة الغازية. الخلايا الثلاثة هذني بي سيل تي سيل ان كي راح يعملن معا لتخليص الجسم من الكائنات الضارة أو الجسيمات الضارة الغريبة، لكنها أيضا متورطة في اضطرابات المناعة الذاتية، لكن هي أيضا عندها علاقة بمن؟ باضطرابات المناعة الذاتية في الخلايا أو التي تهاجم فيها الخلايا المناعية خلايا جسم الإنسان. راح يكون شنو أيضا عندنا علاقة بالخلايا المناعية التي تهاجم جسم الإنسان. هذا هو النوع الخامس. هذا النوع الخامس اللي هو الخلايا اللمفاوية راح يحتوي على أنواع من الخلايا، اللي هي قلنا الليمفوسايتس تحتوي على تي سيل، وأيضا يحتوي على شنو؟ على التي سيل. طبعا التي سيل راح يتكون عندنا من أربعة أنواع راح نتكلم عنهم هسه بالتفصيل: سيتوتوكسيك،
هيلبر ريجولاتوري وأيضا سوبريسيتور سوبريسيتور. نجي هسه نشوف أنواع الخلايا. الخلايا هنا البائية، الخلايا البائية تتكون من نوعين من الخلايا. الخلايا البائية تتكون من نوعين من الخلايا، اللي هو النوع الأول الخلايا البائية الذاكرة memory T cell. شنو هاي الخلايا البائية الذاكرة؟ هذه الخلايا البائية الذاكرة هي تدور في الجسم لتقوم ببدء استجابة سريعة للأجسام المضادة، تدور في الجسم لتقوم باستجابة سريعة للأجسام المضادة. عندما شنو؟ الأجسام المضادة حين تعثر على مادة غريبة، يعني إذا شفت foreign substances، إذا شفت مادة غريبة foreign substance راح شنو هذه الخلايا راح تعثر عليها بسرعة، راح تتذكرها، اللي هي الخلايا الذاكرة، الخلايا البائية الذاكرة. هذه الأجسام المضادة اللي عثرت عليهن الخلايا البائية الذاكرة راح تبقى في الجسم لعقود من الزمن، وبالتالي تصبح خلايا ذاكرة. ها، هاي الخلايا العفو الأجسام المضادة اللي موجودة في الجسم راح تبقى بصورة يعني طويلة في الجسم، راح تبقى مدة طويلة في الجسم. في نهاية حياتها شو راح تصبح؟ راح تصبح خلايا بائية ذاكرة. هذه الخلايا البائية الذاكرة راح تتذكر، أو الجسيمات المضادة اللي تحولت إلى خلايا بائية راح تتذكر المستضدات التي تعرفت عليها سابقا، فتساعد الجهاز المناعي على استجابة سريعة للهجمات المستقبلية. يعني هاي الخلايا اللي هي خلايا الذاكرة في الأجسام هي العلاقة في تحطيم الأجسام المضادة أو الجزيئات الغريبة. أحياناً تكون الأجسام المضادة في نهاية حياتها إما تتحول إلى خلايا بائية ذاكرة. وبهاي الحالة شنو؟ إنه هاي الخلايا البائية الذاكرة راح تبقى في الجسم وهي تعرف شكو أجسام غريبة دخلت في الجسم. فالأول ما تعرف على أجسام غريبة راح تبلغ الجهاز المناعي، تعطي إعاز للجهاز المناعي بأنه هناك أجسام غريبة، فيقوم الجهاز المناعي بالتهامها والقضاء عليها. طبعا النوع الثاني من الخلايا اللي هو الخلايا البائية المنظمة regulator T cell. خلايا البائية المنظمة طبعا هي بشكل أساسي هي تشكل 0.5% من مجموع الخلايا في الأشخاص الأصحاء. طبعا على الرغم من أن قلت عادة تلعب دور حيوي في الجسم، هي صح عادتها قليل لكن هي تلعب دور حيوي في الجسم، ولها أيضا أثر دفاعي ضد الالتهابات، لديها أثر دفاعي ضد الانفلاميشن، ضد الالتهابات. وايضا انه كما انها تتفاعل مع العديد من الخلايا اللمفاويه، هذه الخلايا هي تتفاعل مع العديد من الخلايا اللمفاويه ايضا، وتعزز انتاج الخلايا التائيه المنظمه. يعني هذه الخلايا هي مسؤوله عن تعزيز انتاج الخلايا، شنو انتاج الخلايا التائيه المنظمه راح نسهل هسه من انواع الخلايا التائيه. نجي إلى أنواع الخلايا التائية. أول نوع هو الخلايا التائية القاتلة helper T cell. هذه الخلايا التائية القاتلة هي تفحص الخلايا القاتلة والخلايا السامة أسطح الخلية، أحيانا يطلق عليها بالخلايا السامة أو القاتلة، هذه يطلق عليها بالخلايا السامة أحيانا. هذه الخلايا تفحص الخلايا القاتلة أو الخلايا السامة أسطح الخلايا في الجسم، راح تفحص أسطح الخلايا في الجسم لغرض شنو؟ لغرض شنو؟ لمعرفة فيماذا كانت قد أصيبت بالجراثيم أو تحولت إلى سرطانات.
هذه الخلايا السام راح تفحص، راح تؤدي دور كشف، تفحص الخلايا الموجودة على السطح لمعرفة فيما إذا هناك خلايا قد أصيبت بالجراثيم، أو هذه أصلا خلايا قد أصيبت بالجراثيم أو تحولت إلى سرطانات. وإذا كان الأمر كذلك فإنها سوف تقتل هذه الخلايا. It will kill these cells. يعني إذا شافت على سطح الجسم أو على سطح الخلايا أن هناك بعض الخلايا اللي تحولت إلى سرطانات أو خلايا ضارة أو أصيبت بجراثيم، فيها شو حتسوي هاي الخلايا القاتلة كيلر تي سيل؟ راح تقضي عليها بسرعة، راح تتعرف عليها وتقضي عليها بسرعة. نجي إلى النوع الثاني، هيلبر تي سيل، خلايا التائية المساعدة. هذه الخلايا التائية المساعدة، هذه الخلايا هي تساعد باقي الخلايا جهاز المناعة في بدء الاستجابة المناعية. هذه الخلايا التائية هي تساعد الجهاز المناعي في الاستجابة المناعية، في بدء الاستجابة المناعية. هذه المواد الغريبة والتحكم فيها، ضد المواد الغريبة والتحكم فيها، يعني أنه هذه الخلايا المساعدة هي راح تساعد الجهاز المناعي لتخلص أو معرفة الخلايا الضارة أو المواد الضارة على مود شنو، على مود تخلص من عدها، من هذه المواد. هناك أنواع مختلفة من الخلايا التائية المساعدة، وبعضها أكثر فعالية من غيرها. هناك أنواع مختلفة من الخلايا التائية المساعدة، وبعضها لها أنواع مختلفة من الخلايا التائية المساعدة، وبعض أكثر فعالية من غيرها. طبعا هذه الأنواع المختلفة من الجراثيم، مثلا عندنا خلية TH1، هذه الخلية يعني كمثال for example، هذه الخلية TH1 هي أكثر فعالية ضد الجراثيم التي تصيب داخل الخلايا. خلايا TH1 هي أكثر فعالية ضد الجراثيم التي تصيب داخل الخلايا، مثل الفيروسات، مثل الفيروسات، وأيضا مثل الجراثيم. أما الخلايا الثانية اللي من ضمن for example TH2، هذه الخلايا هي أكثر فعالية ضد الجراثيم التي تسبب العدوى، أكثر فعالية ضد الجراثيم التي تسبب العدوى خارج الخلايا، مثل بعض الجراثيم وأيضا مثل بعض الطفيليات. طبعا النوع الثالث من الخلايا التائية اللي هو خلايا التائية الذاكرة. هذه الخلايا التائية الذاكرة هي تحمي الخلايا التائية، تحمي الجسم من المستردات الموجودة، تحمي الجسم من المستردات الموجودة سابقا، أو مستردات موجودة سابقا في الجسم. هذه الخلايا الذاكرة راح تحميها عن طريق التعرف عليها بسرعة. هذه تعيش هذه الخلايا لفترة طويلة. هذه الخلايا طبعا من مميزاتها أنها تعيش لفترة طويلة، وأيضا حتى بعد انتهاء العدوى، وما يساعد جهاز المناعة على تذكر الحالات الخروجية، يعني حالات الإصابة. هذه الخلايا هي تعيش فترة طويلة في الجسم، وهنا راح تذكر جهاز المناعة عند الإصابة في حالات خروجية، أو عند الإصابة في وعند إصابة خروجية أيضا. طبعا إذا دخلت الجراثيم نفسها للجسم لمرة ثانية، إذا دخلت الجراثيم مرة ثانية، اللي هي الجراثيم اللي تعرفها هذه الخلايا سابقا، إذا دخلت الجسم مرة ثانية، فإن الخلايا التائية الذاكرة اللي هي هاي الخلايا ميموري تي سيل، شبيهة هذه الخلايا، راح تتذكرها. ومن تتذكرها إيش راح يصير؟ راح تتضاعف بسرعة، راح تتذكرها وراح تتضاعف بسرعة، ميوتبلي وقت راح تتضاعف بسرعة. وبعد ما تتضاعف بسرعة إيش راح يصير؟ وما يساعد الجسم على محاربتها بسرعة أكبر. يعني هذه الخلايا الذاكرة إذا تعرفت على جراثيم سابقة، مباشرة هذه الخلايا التائية راح تتضاعف بسرعة وتعطي إعاز للجسم على مود يتخلص من عدها. النوع الرابع والأخير من الخلايا التائية هي الريجوليتور تي سيل، هي الخلايا التائية المنظمة. هذه الخلايا التائية هي تتحكم في الخلايا المناعية،
هذه الخلايا التائية هي راح تتحكم في الخلايا المناعية. It controls and inhibits other immune cells. راح تتحكم في الخلايا المناعية الأخرى وتثبطها ولها كل التأثير المفيد والضار. راح تتعرف على الخلايا المناعية وتثبطها ولها تأثير مفيد وأيضا تأثير ضار. طبعا هذه الخلايا هي راح تحافظ على تسامح المناعي، يعني شوية تخلي الجهاز المناعي يتسامح مع الجراثيم، وبنفس الوقت تمنع أمراض المناعة الذاتية. يعني من وظائفها أنها تحافظ على التسامح المناعي، تحافظ على التسامح المناعي وأيضا تمنع المناعة الذاتية وأيضا تمنع أمراض المناعة الذاتية، وتعد من الأمراض الالتهابية. هذه الأمراض الذاتية اللي راح تمنحها الخلايا المنظمة، خلايا المنظمة هي تعد من الأمراض الالتهابية. لكنها تثبط أيضا الجهاز المناعي، مثل ما قلنا هي أيضا راح تثبط الجهاز المناعي في أداء وظيفته ضد بعض المسردات والأورام. أخواني الأعزاء، الطلبة الأعزاء، هاي محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو شنو؟ خلايا الدم البيضاء بأنواعها الخمسة، وأيضا النوع الخامس هو الخلايا النفاوية، أيضا تكلمنا عنها، وأيضا بأنواعها الاثنين، وكل نوع كنا إيش يضم. النوع الأول الخلايا التائية البائية ضم نوعين، وتكلمنا عنهم بالتفصيل شنو وظائفهم، والخلايا التائية ضم أربعة أنواع وعرفنا شنو وظائفهم بصورة عامة ومفصلة. إلى هنا يعني ننهي محاضرة خلايا الدم البيضاء، وبهذا قد نكون قد أكملنا فصلجة الدم بخلايا الثلاثة. أتمنى المعلومات تكون واضحة والشرح يكون واضح، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.